السلام عليكم ورحمة الله. هاد الناس هادو عدوهم، شوف هاد الناس هادو جايين على أساس أنهم كوفيد، هاد الناس ما عندهمش كوفيد، هاد الناس عدوا عليهم. تحدى أي واحد جبدنا التحاليل بأن هاد الناس عندهم كوفيد أصلا. حنا تعامينا وسكتنا على هاد المسألة بأنهم قالوا لنا كوفيد، سكتنا. الجدة ديالي جايبين على العرق في الراس، قال لك سيدي عندها كوفيد. أربعة الناس جايبينهم على عقل. هاد الأخ هذا لومبيلونسي، أي بطلة جاي عندنا واحد كيقول لك حنا السلطة. شكون هو السلطة؟ جبت الصفة ديال بأنه سلطة. يعذبهم حيين ويعذبهم ميتين. حنا عباد الله غير قاعدين معذبين، ربي يرحمهم. شو هاد المهزلة كيدير؟ عباد الله تنموت تنموت، عباد الله باش يدفنوهم. ها المقابر، ها المقابر، ها هما هما كاملين الناس كاملين. هما كنتسنى، قال لك نتسناو العمالة. شكون هما اللي غيدفنوا؟ واش عباد الله تمحن؟ واش عباد الله تمحن؟ كيجي عندك واحد تيقول لك انا السلطه، والسلطه قهرتونا وكلنا عليكم الله الى يوم الدين، وكلنا عليكم الله. قهرتونا قهرتونا، ارجع ما ديرش، ارجع اللور، ما ترجع اللور، دو معنا السيد، رجعنا اللور. كل الاخر ما داروا معنا حتى شي حاجه. انا باغي عيط هذوك اللي دفنوا. وعباد الله واش حنا شوف تسخسخوا في السبيطار، تسخسخ في الكوميساريه، تسخسخ في المقاطعه، وتتموت على خاطرك ما يخليكش تموت. انت عباد الله هاد الناس هادو، انا كنتحدى اي واحد وكنتحمل كلام مسؤوليتي يجبدوا لي بان هاد الوالده ديالي عندها كوفيد. ان كنتحدى اي واحد، التحليله ما عطاوش، التحليله ما عطاوش لينا، التحليله ما عطاوش لينا. قال لك شوف، اسمح لي اسمح لي اسمح لي اخويا، اسمح لي كلكم خويا. حنا الوالده جايبين على الراس، عندها مشكل عرق في الراس. قال لك اسيدي بان السيده مريضه بكوفيد. شوف صمت لي، خليني نقول واحد الكلمه، خليني نقول. جا عندنا السيد تما في السبيطار، قال لك ما غتخلصوا عليهم حتى ريال. علاش ما كنخلصوش على هذو حتى ريال؟ حيت كترفعوا على ظهرهم الفلوس. هادو كتجيكم فلوس من منظمه الصحه العالميه. علاش ملي كيدفن واحد عادي اللي كتقولوا انتم مريض في كوفيد، كيخلص 500 درهم في الكفن، الكفن ديال 100 ونص ما عرف شحال، كيخلص على 500 درهم. كيجي لهنايا المقبره كيخلص 500 درهم ولا 700 درهم. هاد الناس قال لك ما غتخلصوا عليهم حتى ريال. هاد الناس حيد رابحين. الدولة شوف، الدولة حتى حاجة ما كتعطيها فابور، حتى حاجة حتى حاجة ما كاينة فابور في هاد البلاد، حتى حاجة ما الموت الموت بالفلوس، بغيت تموت تموت بالفلوس. هاد الناس قال لك سيروا ما تخلصوا حتى شي حاجة. هاد الناس ما كاين حتى شي حاجة. قال لك دابا لومبيلونسي كيقول لك الله في السبيطار تسقسو. شو الناس كي جايين عباد الله؟ واش هاد المهزلة؟ هادي مهزلة هادي. على شوف هاد الناس كيتخلصوا عليهم في منظمة الصحة العالمية، وكنتحمل كلامي، كنتحمل المسؤولية ديال كلامي بأن هاد الناس هادو كيتخلصوا عليهم. ونتحدى أي واحد يجبد لي بعد ليزاناليز ديال الجدة ديالي واش فيها كوفيد. الجدة ديالي مشات على العرق في الراس. أنا ما بغيتش نتكلم في هاد الشيء، ولكن هاد الناس كيشعلوا فيك العافية. عندها عرق في الراس، عندها عرق في الراس مبوشي. كلكم أخي كلكم في الراس موشي. قال لك سيدي شوف خويا، صمت ليا صمت ليا صمت ليا. قال لك عنده عرق في الراس موشي، وجايبينه على اساس انه حبسوا عليها الدواء، حبسوا عليها الدواء، حبسوا عليها كل شيء. واللي قال شي حاجه مرحبا، جابوا لنا التحاليل. مرحبا اخي، يدفنوا فينا. واش حنا بغيناش ندفنوهم؟ واش حنا بغيناش ندفنوهم؟ واش حنا بغيناش ندفنوهم اخي؟ مرحبا مرحبا. راه جا واحد لا وثائق لا والو، كيقول لهم انا ما عنديش.